ايه رايك؟ رايي هايل، هايل جدا. انا في تصوري العقد ده ممكن يتباع بنص مليون جنيه. نص هو مبلغ بصراحه كبير جدا، بس ما ينفعش الا اذا عرضناه على محل. اوعى تقول لي محلات مجوهرات مشهوره. اصل في مشكله، محل مجوهرات المشهور بيطلب مستندات على كل فص من العقد، وانا الحقيقه ما عنديش المستندات دي. انا عندي اقتراح ان احنا نبيعه لاي مشتري حر، وطبعا انت عارف انا محتاج الفلوس دي قوي. فعلا مشكلة. لازم نتصرف بسرعة يا عزيز، أنا وقتي من دهب، أنا عندي في مصر مشغولات كتير ولازم أعملها. أيوة بس صعب إن أنا أتصرف بين يوم وليلة يعني. معلش، حاول تتصرف يا عزيز. أوعدك إن شاء الله خير، اطمن. يا رب. همي يا هلا، روح شوف الماء اللي هناك دي وشيل الحاجات دي. بقول لك ايه، نعم. روح شوف لعب موجود في دار ولا لا. توكل على الله. هم شويه يا رجاله. صلاح الله بركاته. اهلا وسهلا، اتفضل يا مرحبا. انت فين يا راجل؟ ده انا قالب الدنيا عليك. ايه يا غفير، خير في ايه؟ يكونش البيه عبد الله وصل للصلاح وعايزني هلا. مش البيه عبد الله، دي بنته. بنته؟ عايزك تروح لها بالمستعجل قوي. بنت البيه عبد الله؟ يا راجل انت ما تفهمش عربي. يلا بينا يا راجل، دي بنت عز، ما تحبش تستنى حد كتير. ايوه ايوه، ما بتفهمش عربي، دي جت كلمه بلد ملفظك. انت هتفضل ملفظك ده في كده. روح غور، جاي وراك اهو. بنت عبد الله بقى ناس هتعوز داني في اللهم اجعله خير. وقع طبعا. الحمد لله، يعني خدها من العقد. لا لسه شويه يا شباب. امال وقع ازاي بقى؟ الله، كل حاجه بالتخطيط، بالمخ، مش بالسرعه. وبعدين من دلوقتي تعتبر ان العقد ده في ايد مراتك، ولا انت مش واثق فيه؟ لا طبعا واثق فيه. خلاص، ما دام واثق فيا يبقى سيب موضوع العقد ده وفكر في عمل تاني. طيب عمل تاني؟ مصطفى الشرنوبي. يا العظيم، ده ايه اللي جاب سيره مصطفى الشرنوبي دلوقتي؟ يا عبد الله، مش كان في مشروع ضخم جدا متعلق على توقيع مصطفى الشرنوبي؟ مشروع عليك الحق؟ بالظبط كده. ماله؟ ماله ايه؟ مش سامعك يعني انا جايب سيرته ولا بتتكلم عنه، مع ان المشروع مربح جدا ونسبه مكسبه عاليه جدا. يا هشام انا ما بنساش اي حاجه. يا الله. طب خلاص، طمني، فهمني. ان شاء الله. هطمنك في الوقت المناسب. اصل ما لقيتش حاجه اركبها ولا باص. يعني انت جاي ماشي وسايبني قاعده ده كله؟ ايوه معلش، حقك علي، عديها المره دي. طب بقول لك ايه يا ريس؟ خدامك هالبنت خير ان شاء الله. هو الاستاذ مرتضى جا ولا لسه؟ الاستاذ مرتضى السلموني؟ وفي مرتضى غيره؟ لا ما في غير، بس احنا اتعودنا حلال يعني نقول الاسم والنقب لامار. لا هو لسه ما رجعش. طب هيرجع امتى بس؟ علم علمك يا ست. هو المعظم في الكلمة حضرتك عايزاها بالمستعجل أول الدرجات يعني؟ أيوه. في إيه يا غلام الهال؟ ده موضوع خطير جدا، موضوع حياة أو موت. حياة أو موت؟ يا لهوي بالي وليلك وحني، فزعتني في الراجل يا ست هان. المعظم في الكلمة بقى ده يبقى جوز بنتي، يعني أيات وحاجة تخصني هالبنت. يعني انت تهمك مصلحته فعلا بجد؟ الا تهمني طبعا، تهمني يا سيدي. طب لو تهمك فعلا جاوبني على كل الاسئله اللي هسالها لك. سؤالات ايه من غير مؤاخذه يعني؟ اولا تقول لي ايه طبيعه العلاقه اللي بتربط مرتضى ببابايا عبد الله بهنس.
يعني خلاص يا بريختي فهمت مش هشرح تاني؟ شو حبيبي اندرستاند فهمت خلاص. يعني جاهز للمأمورية ها؟ تمام. ربنا يستر. الو. ايوه يا عزيز، كويس قوي، برافو عليك انك عملت كده. يا راجل اطمن، اجل الكلام الحلو ده بعد ما الصفقه تتم ان شاء الله. لا شكر ولا حاجه. عموما انا ساعه زمن وهجيب لك الراجل لحد عندك. اوعى تتحرك من الاوتيل. باي باي. فيري جود ماي دير عزيز، كويس كتير. بس على الله انت تكسفنا يا بريخت. مش تخاف، تمام خلاص جاهز. يعني الشنطه اللي في ايدك دي بقى انا مديها لك عشان تدفع حساب العمر، اوكي؟ وبعد كده نرجع. اوكي حبيبي، انت تمام، مش تخاف ابدا. يلا بينا. اوكي. السلامة يابا. الله يسلمك يا بنتي، ايه اللي معادك هنا؟ الله، مش المفروض تقعدي ترتاحي كده في قلب الدار؟ ارتاح وهتيجي منين الراحه بس؟ وانا سالت عليك قالوا انك في الاستراحه عند بنت عبد الله بهنس. اها، ودي فيها ايه يعني يا فهيم؟ مش هو هالبت بقى صاحب الارض اللي انا برعاها يا بنت؟ بس انت ما كنتش عنده، هو انت كنت عند بنته. بنته هي اللي كانت لوحدها في الاستراحه، كانت عاوزه ايه يابا؟ كانت بتسأل على سي مرتضي، مش كده؟ يا بنت ما تبقيش عاملة زي المطلع الرشاش كده، ابلها ريك أمال. جاوبني يابا، أبوس إيدك، حلفتك بالله، سألت عن سي مرتضي ولا لأ؟ حلفتك بالله يابا لا تقول. إيه، أيوة يا فهيمة، أيوة سألت بس. بس إيه؟ يا لهوتي، مش طايقة على بعضه للدرجة دي، يا بجحته، بتسألك أنت حماه أبو مراته؟ وهي يعني كانت تعرف منين إنني حماه أبو مراته؟ كانت تعرف منين هالباب؟ يا مصيبتك يا فهيمة، يعني هو مش قايل لها من الأساس إنه متجوز؟ يا بنتي يا فهيمة اهدي واهمدي أمار، طب ده هي بينها من الأساس كده عمرها ما اتكلمت معاه. اها، بتقولي يابا؟ انت فاكرني بلعب في الترعة ولا دق عصافير؟ والله بإني كنت دق عصافير وطارت يا بيت. يا فهيمة عالي وفهمي كلام أبوك أمار، دي بينها مش قصد حاجة وحشة يا بيت، ده أنا اللي فهمته كده إنها عايزة تمنع كارثة عن جوزك. بتقولي يابا؟ أيوة زي ما بقول لك كده يا فهيمة. تعال تعالي اقعدي هنا وريحي اللي ببطنك وأنا أحكي لك على الحكاية كلها البت. تعالي يا فهيمة، تعالي يا بنت. على فكرة مستر بريخت من أكبر أثرياء ألمانيا وغاوي بقى، جمع القطع النادرة من المجوهرات، بيتكلم إنجليزي على فكرة وعربي مكسر شوي. ريلي ويلكم. أوه، ثانك يو فيري ماتش ماي دير. أي أم فيري لاكي ذات أنا قدرت ممكن يعني صرفت شيك كبير في بنك فرانكفورت الدولي، وإذا القطعة عجبتني هشتريها على طول. I hope so. Where is it, your necklace? Sure. Oh my God. This is wonderful. دي قطعة من العائلة المالكة قبل الثورة. شور. يس. أنا ما قلتلوش حاجة، ده أنت عارف الراجل ده مخضرم في السوق وحافظ المجوهرات دي كويس. تساوي كام؟ This 50,000 مارك. كام؟ توطي صوتك يا مرتضى. راجل مجنون، انت عارف يعني ايه معنى الكلام ده؟
يعني ممكن ابيعها له باقل من 25000 جنيه مصري، دي تسوى ملايين. Why you are angry؟ انت زعلان ليه؟ انا اسف مش هقدر ابيعه لك. I'm so sorry. You have to take your decision. This is يعني انا مش ممكن اقدر بيعه قطعة واحدة. It is without documents، من غير مستندات. Difficult. انا لازم بيعه قطعة قطعة عشان يبقى الماس حتة حتة تقدر بيعه. مستحيل. Impossible. As you wish. It's okay. I am very sorry. يا مستر بريخت، اهلا يا نهى. ها ايه الاخبار؟ هوريكي باين. اتفضلي. معقولة؟ يضع فلوسه في البنك ويمضي، وعبد الله بهنس يفتح له اعتماد، وبعدين يحول كل المبالغ قبل ما يسافر لمكتب عبد الله بهنس، وبالتحديد في فرانكفورت. أظن واضح إن في علاقة. زي ما توقعت تماما. بس أنت لازم تفكري في الموضوع بشكل صح. الحكاية ليها شقين تانيين. الأولاني إنه يكون بيعمل كده عشان يوصل لحاجة منهم، وده اللي أنت متوقعاه. لكن الحاجة التانية إنه يكون واثق في الناس دي فعلا وسلمهم دقنه. لا لا، ده احتمال بعيد جدا. ليه؟ أصلك ما تعرفيش اللي أنا اتأكدت منه. اللي هو؟ مرتضى واثق من براءة أبوه، ومتأكد إن في لعبة كبيرة قوي اتلعبت عليهم كلهم. بتقولي في معلومات مؤكدة؟ معلومات ما يقبلش الشك فيها من أقرب الناس ليه. عشان كده يا نهى أنا كنت عايزاكي في الأهم، في الموضوع اللي كنت طالباه منك أساسا، قضية عبد السلام السلموني. You know, it is not something. Okay, well, okay. بقول لك يا مرتضى. نعم. أنا حاولت مع الراجل ده ودخلت معاه في الكلام لحد ما وافق على 100,000 مرة. يا عزيزي أنت مش واخد بالك. يا سيدي فهمني بس كويس. الراجل ده أنا أقنعته بالعافية، وبعدين قلت له هشوف لك فيما بعد أي حد عربي ياخده منك ولا حاجة. أي حد عربي؟ أنت عارف لو باع لواحد عربي هيبيعه بكام؟ مش أقل من 500,000. انت فاهم غلط يا مرتضى. الراجل ده جبان جدا في السوق، وبعدين مش هيعرف يبيعه كده، ده لازم يفصصه حته حته، لان اي حد عربي هيشوفه ذكي جدا وفاهم في الحاجات دي. يا عزيز 100,000 يعني اقل من 45,000 جنيه مصري. انت مش عايز تشغل فلوسك في السوق؟ خلاص اقبل بقى ووافق، مش هنلاقي اي حد يدينا بالسعر ده. وافق عشان خاطر. اوكي، الف مبروك. اوكي. رايت. يا بنت الست تشكر على اللي هي بتفكر فيه. تشكر؟ لو انت يخش دماغك الكلام ده ياما. وما يخشش دماغي ليه يا فهيم؟ انت ما شفتيش سو مرتضى لما رجع من بره كان شكله ازاي؟ كان مقهور وحاله مبدول. أكيد كان حاسس إن أبوه مات مقهور من الظلمة اللي افتروا عليك دول. طيب والست رشا يهمها في إيه إن كان مظلوم ولا مقهور؟ ولا أنت عايزة تقوليلي إنها تقف في وش أبوهي؟ لا يام، لو جبتيلي ألف عقل على عقلي عشان أصدق الحكاية دي لا ممكن أبدا. أكيد في حاجة بناته. ويا قهرة قلبي لو كان اللي ببالي. يا بنتي يا فهيم، يا بنتي ما تبقيش نكدية وتدوري على الهم بمنكاش. يا ساتر عليكي. ياما لا بدور على الهم ولا حاجه، سيبيني في حالي. يا بنت ما يبقاش عقلك متربس زي عقل ابوكي وافهميني. اقعدي. اديني قعدت ياما. ما حسبتيش يا فهيمه انك لما تقابلي سو مرتضى لما يرجع من السفر بالخبر الحلو اللي عندك، وانك شايله ابنه في بطنك، ان ده هيفرحه ويسعده، وخصوصا ان ربنا ما رزقوش بعيل من مراته الاولانيه. يا فهيمه يا فهيمه، مفيش حاجه تسعد الراجل الا ابن من صلبه. حتى لو انت اللي بتفكري فيه كان صحيح وحقيقي، الخبر اللي عندك دي كان هينسيه كل حاجه.
مبروك للمرة التانية يا مرتضى بيه. الله يبارك فيك. شكلك كده مش مبسوط، مع اننا ما كناش هنعرف نبيعه في اوروبا كلها بالثمن ده. يعني كل شيء نصيب. المهم دلوقتي هتصرف الفلوس ازاي؟ والله بسيطة، لو عايزني احطهم لك في حسابنا في الشركة او ينفعك في موضوع آلات الحفر. خلاص نودع الفلوس دي بكرة وتبقى عامل لي ايصال استلمه قبل ما انزل مصر. انت ناوي ترجع امتى؟ لما الشركة تبلغني بوصول آلات الحفر. هي عموما الشركة هتبلغك بوصول آلات الحفر بس بعد 6 شهور. والشركة هتختارني ازاي اذا كنتش تعرف عنواني في مصر؟ انا نفسي ما اعرفش عنوانك في مصر. عموما عبد الله بيه هو اللي هيعرف يجيبك بالظبط في مصر. يعني كل حاجة هتتم من خلال مكتب عبد الله بهنس. بالظبط. طيب يعني ما تعرفش على وجه التحديد الآلات هتوصل امتى؟ انا قلت لحضرتك بعد 6 شهور وهتستلمهم من ميناء الاسكندرية. طيب يبقى على اي حال هتجهز لي بعد بكرة، وبكرة اديك فلوس تعمل لي شوية مشتريات للعيلة. للأسف أنا مش فاضي بكرة، لكن تحت أمرك. أنا هنزل أحجز لك وهعمل الوديعة في البنك، وبعدين هبعت مع حضرتك ولد لهلوبة ينزل السوق كله ويجيب اللي أنت عايزه. ميرسي أوي يا عزيز. أنا تحت أمرك. السلام عليكم. السلام. تليفون يا هشام. مين؟ عبد الله بهنس. عبد الله. ايوه عبد الله. ايه الاخبار؟ ايه ده؟ بتتكلم جد؟ والحاجات دي فيها هزار يا هشام؟ انا لسه الاخبار جايه لي من فرانكفورت. خلاص العقد بقى تحت ايدينا. كلها يومين بالكتير والعقد يوصل لك وتسلمه للمدام. معقولة يا عبد الله بيه؟ أنا الحقيقة مش عارف، من غيرك كان مستحيل العقد ده يرجع. هشام اسأله على بقية المجوهرات. لا 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 طبعا. الله يخليك. لا مع ألف سلامة. مش قلت لك يا حبيبتي 48 ساعة وهتلاقي العقد ده في إيديكي؟ هو إيه اللي مخليك متأكد قوي من كلامه كده؟ يا ست بسيطة، استني 48 ساعة، لو ما رجعش العقد اعمل اللي انت عايزاه. اخص عليك يا هشام، اقول لك تساله على بقيه المجوهرات ما تردش عليا. معلش يا خالته، بصراحه ما اقدرش اكذب عليك. المجوهرات بتاعتك والذهب والحاجات دي كان من السهل جدا انه اتصرف فيه. انا هتحمل ده، هجيب لك بدلهم واحسن منهم 100 مرة. يعني مرتضى طلع هو اللي سرق العقد؟ طبعا. ده طابع يا حبيبتي، ورثه عن ابوه. معقول يا نسي بعد كل اللي حصل ده وما انتش مبسوطه؟ اللي انا عايز اعرفه، عبد الله بهنس ده بيقدر يعرف الحاجات دي كلها ازاي؟ وازاي قدر يرجع العقد؟ سعد باشا. يا ريت شبرا مانس. اتفضل. وبعدين كل اللي كان معاك يا مرتضى حطيته في حساب المشروع، ما فضلش معاك اللي يعيشك شهور جاية في مستوى معقول، هتعمل ايه؟ هترجع تعيش تاني على خير عبد الرازق؟ مش ممكن بعد ما اتجوزت بنته ارضى بالعيشة دي. 8 صور الاوراق